السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. واش اسمك مدام؟ اسمني مدام حبي غش دليلة. واش راه الحالة نتاعك اليوم؟ كفارك كنتي عند الولاية، شناك ثاني حتى في حالة هستيرية انك رافدة على البنزين ورايحة تحرقي روحك؟ انا خويا تيأس من هاد الولاية ومن هاد العضو تاع البلدية، يحوس يخرجوني كي كنت في عندي 24 سنة وانا نسكن تم، وعندي تنازل للخصاصة ما داروهش باسمنا، وشديتو سيسيبل محطوط للبيع، ومن بعد عطيك الدور عليا البلديه خاطر انا مانيش من تم، ماني لا حجاجيه لا مخلوفيه، يحسبوني جيت من البر. ما فهمتي لا راني جزيريه ولا رانا نسالو في الجزائر كامل. هذا البترول الغاشي كاع ماشي غير لينا ولا الغواط ولا منا، حاشا ناس الغواط، ناس الغواط لاباس بهم. البترول يديه من الجنوب الى الشمال، من الشمال الى الشرق، الشرق والغرب، هذو كاع يتكيسالو كاع أمة الجزائرية تسال في هذا البترول. أنا نحوس نفهم كمواطنة جزائرية، نحوس نستثمر، نحوس نخدم، نحوس ندير الناس تخدم، نحوس ندير أوتيل في الطريق، طريق وطنية رقم واحد لوزيناتهم يتعمروا، من هي تخدم، وأنا جايين يكسروا لي داري في هذا رمضان، نشفوا لي ريقي وأنا يا بكرشي 5 شهور، أنا بكرشي ورمضان ورمضان وبنتي ثلاث سنين ونص مخرجينا البر بلا والو. قال لك جا قرار من المحكمه العليا تخرجي. انا درت وقف التنفيذ 16 في الشهر مازال ما فاتش، كيفاش تجي تخرجني؟ اخي بعث لك بريه ريكوموندي بعثها لك المنفذ، كي بعث لك البريه المنفذ ما تنفذش عليا قبل ما تفوت في 16. تايا لا لا درت اللي في راسك، خاطش علاش دراهم انا فهمت، انا حوس نفهم الحقيقه تاعي فهمت. انا وليدي عيا، ولادي عيينا، حيا عيينا من هاد البلدية تاع حسرمل، هما يحوسوا يخرجوني من تم باسكو مانيش من تم. أرواح شفتي لغمت نوريها لك وصورها، تشوف غير هذا سراي هذا سراي هذا سراي هذا سراي قاعدين ومتمكنين، وعوضوا لهم في بالليل وعندهم سكنات، اللي كاري كاري واللي باع باع، وأنا ما عندي والو. وليدي مسكين جاوه ضربوه وعنده العملية جديدة فيه، وانا وين نروح؟ انا راه يقول فخامه الرئيس كاين استثمار، يا خويا انا حبيت نستثمر، حبيت نخدم، حبيت ندخل الشبيبه تخدم، انا قاعدين برك الخلا حبينا نعمروه، تجيني البلديه تقول لي راح ندير سبيطار، لما سبيطار الكباش ولا الغنم؟ ها انا نحب نفهم، انا حوس نفهم كمواطنه جزائريه عندي حق فيه وعندي حق في الجزائر فهمت. شحال ذلك ساكنه تما؟ عندي 24 سنه وانا التم. وكرايه 24 سنه انت كرايه عندهم؟ كرينا هاوليك وليدي يهضر معاك عندنا احنا. اروح تشوفها كرو بارسيسي على اساس انهم راح يبيعونهم، شغل يعتبر قانونيا كانه وعد البيع. ايه ها كراو من 87 من اول جونفي دخلوا فيها حتى اليومين هذا، وعندنا تعويضات عندهم على العين المؤجره، عندنا لجنه التكسار وكلش، وعندهم على لجنه ريجيس كوميرس اللي عندنا ثم، عندهم لي بروجي تاعهم خلوهمش جاي يخدموا، عندهم ريجيس عندهم بروجي تاع سيلس اون ليسونس مقابل النزل هذايا تاع تيغامت، وعدم حمام ودوش، وعدم اوتيل بروجي تاع اوتيل توريستيك، عدم لوكي فافورابل مع الولايه، قالوا لهم بعثونا لي بلون كلش بصح ما رجعوا لهمش اليومين هذا. والبلديه تحوس خرجنا حابه ديروا سبيطار، سبيطار ثم مكان السكان، السكان رسميا اصليا اللي راهم كاينين ثم كاع عوضوا لهم باش يسكنوا في بالليل. علاش اليومين هذا ومازالهم ساكنين ثم؟ وعلاش خاطر بني عم المير لا جوا مير هو يحوس يدخلهم؟ انا نحب نفهم، انا عندي كوار تاع ستاسيون ديسونس، عندنا لاغريمون، عندي شوا تيغان، عندي كلش، خصني غير بيرمي دو كونستوير، ما حبوش يعطوهولي من التسعينات. ما عندها اوكان افي فافورابل على جال لي بروجي اللي دارتهم. ايه. علاش حنا ماناش مواطنين جزائريين؟ منين جيت انا من تل افيف كون في تل افيف كون يعطوني نخدم يا خويا، انا نحوس على حقوقي، نحوس على فخامه الرئيس يخزرنا بعين الاعتبار، رانا محقورين، وانا نحوس على حقي، انا ماشي تقولي برا انا وين نروح برا ندير قيطون انا. انا 24 سنه معمره طريق وطنيه رقم واحد وماك تقول لي برا وين؟ خاطش علاش مدخل في المسيد في المدرسه اللي قدامي متلاصقه فيا 8 تلاميذ بيجي كومبلي، ويجيب بني عمو هما اللي يشدوا لا كونتين، ان بيجي كومبلي يا وزير، زوج اساتيده، 4 اساسين على جانا ليكول في الخلا. ها هذه يا ما كاش منها هذه يكون فيه 8 تلاميذ برك، فيه 8 ايه بيجي كومبلي، ونقل مدرسي متوفر، وانا يخرجوا فيا خاطش مانيش من تم، برانيه ما كاش برانيه. احنا نعرفوكم باللي يقول لك مادام بلاصه اللي راك تعملي فيها هي بلادك،
وهذه راه عندك 24 عام، راه كاين الناس اللي راهم مو زايدين هنا كاع، ويقول لك راها بلادنا. ايه انا ولادي زايدين هنا، انا ولادي عايشين هنا، انا وين ندير؟ انا ما عنديش كيفاش ندير. انا وريني وين انا كنت بلادي، ما تسحقنيش، ما نعمرش الطريق الوطنيه رقم واحد، ما نقعدش في الجزائر، روح نبدل الجنسيه تاعي. وعلاش نقعد في الجزائر؟ انا نخدم، انا حبيت نعمر ونستثمر، باسكو نسمع فخامه الرئيس بوتفليقه يقول راه كاين المشاريع والناس تدير، الشبيبه تخدم، انا حوس نخدم الشبيبه، نحوس ندير ويدعمونا، يدعمون المستثمرين، انا نحوس نخدم، مانيش حوس على الخلا. وخاصة أنا مرا في الطريق الوطنية ما كاش اللي ما يعرفنيش، 24 سنة حياتها في الصحراء الخالية، وأنا 8 سنين بلا ضو، لعبوا لي حكية الزرقة في التريسيتي تاعي، وداقين لي كابل من تحت، وتطلع لي لا فاكتور لي كولا كان ما عندهمش، وباك يجيهم لادجوا ميغ بن عمهم يبدل القانون والدستور ويجيب البطوات وينسقهم ليه. وأنا نهار الإرهاب كي كان تم انا كنت واقفه التم، ما تخبيت ما خفت. قعدتي وحدك تما في وقت الارهاب؟ كاين كنت تم وحدي انا وولادي برك، فهمت؟ انا ما لقيناش حل الارهاب الدول، فهمت؟ انا ما عندي حتى اشكال، انا نحوس يعطيني حقي فخامه الرئيس بوتفليقه ويشوف المحل تاعي هذا، ونحوس يدير لي تحقيق على الملف تاعي. الملف تاعي مزور من اللي بدا حتى نخرج، عندي تاع راح نتهدر. عندنا بزاف مشاكل نعانوا منهم كاع كشباب، عندنا البيروقراطيه اللي هي منتشره في كل الادارات الوطنيه، عندنا الفساد الاداري، بني عمي بني خوالي بني مش عارف شنو، هذا لينا هذا مش لينا، جهويه هذا بن عمي هذا حجاجي هذا مخلوفي. رانا في الجزائر، رانا في عام 2012، انا داخلين بربي شرف في 2013 مش في عام 1800 ولا 1700، ما راناش في العهد تاع الاقليات ولا العقد البكري هذاك تاع الشعبيه، الاقليه الشعبيه والقبيله ورئيس قبيله ما عرفش شنو. درك رانا في 2013 وكاع رانا جزائريين، وكاع جدودنا كنروحوا نشوفوا كاع نلقاهم شهداء، وكاع نسالوا في هذا الوطن، حطينا القانون تاع الشهداء ومش عارف شنو، في شهيد ووليد شهيد وولي سار. عندنا هذا الفساد البيروقراطي هذا هو الاداري والرشوه والفساد الاداري، هما اللي مفسدين الجزائر كيما راهي. احنا المشكل تاعنا وشنو هو؟ عندنا تنازل، عندنا كاع كل خير ربي الورق كاين، بصح وشنو عندنا؟ ما راناش مثلنا، مشغول شي جهويه، جهويه باش تثبتها ما تقدرش تثبتها، الرشوه باش تثبتها يقول لك اعطيني كيفاش تسجلوا التسجيلات، يقول لك غير مرخص بها غير اللي كان عندك شغل اوتوريزاسيون مع الوكيل الجمهوريه افونس، ما راهيش فالابل من بعد. عندنا دركا كيما جاي ينفذ علينا، ما بلغنا هذا المنفذ، ما بلغناش، عندنا حق في التبليغ ما بلغناش، عندنا البلديه طرف في النزاع، دخلها البلديه، دخل النائب العام وما عرفش شكون اللي دخل معاه من البلديه، دخلهم للدار، وحنا ما حبوش يدخلونا وخرجونا للبر، هذا ملكنا ورزقنا والمنقولات تاعنا لهم داخل الدار، وما خلوناش نشوفوا واش راهم يديروا. عندنا اسرارنا في دارنا، عندنا اسرار نورمال، حقوق الانسان، القانون الدولي حقوق الانسان، وكاع الحريات العامه تضمن سريه المراسله، سريه المساكن والحرمه تاع المنزل، والقانون يضمنهم ويضمن لك باش يبلغك تنفيذ معك، ما يفوتش بطرق تعسفيه وغير قانونيه، نورمالمون يبلغك، وما كانش هذه تاع يجيب شهود، ما جابش شهود محلفين من طرف الشعب العام، ما كانش، جابوا غير الجدارميه، حمايه المدنيه، اصحاب البلديه اللي اطراف النزاع، والليسي هذا المحضر القضائي، وما جابوش معاهم اطراف اخرى، شغل احنا ما حضروناش وما بلغوناش، استناونا حتى نخرجنا قعدوا يعسوا فينا بليجيمان، حتى خرجنا من الدار وجاو كسروا الباب وطفل خويا ضربوه الصغير. علاه ولينا ارهاب؟ الارهاب راكم عرفتوا مع السن. ارهاب بكري كنا صغار احنا ما نعرفوش، صح زايدين بالك كنا صغار ما نعرفوا والو، كنا في سن المراهقه ولا الطفوله نعقبوا فيها، بصح انا العجوز تاعنا نشهد لا كاع الغاشي يشهد لا بلي كانت واقفه ثم، توقف مع العسكري مع السيفين مع الغاشي كاع اللي يطيحوا برجام يخلينا يطيحوا برجام، ديجا رانا معروفين ثم. الغاشي يعرف. عليا لا غوت ناسيونال. وهذا ارهاب، هذا اللي نقدروا نسموه ونوصفوه بالارهاب الدوله، هذا تاع الرشوه والبيروقراطيه، هذا السؤال حد الناس لما يديروا في هذا الفساد الاداري ما لقيناش كيفاش نقاوموهم، شغل من الدوله والى الدوله، يقول لك احنا القانون هو سلاحنا وهو الفساد تاعهم، يعرفوا غير شكارات تاع عمار الرشوه والفساد وما عندكش تثبتهم. لازمنا اجراءات، لازم شويه تكون كاين حلول، لازم المشرع تاعنا ان شاء الله بربي ندعو بربي ان شاء الله المشرع يدير لنا حلول لهذ الطرق التعسفيه هذوما. وانا يقول لي نعطيك شهر تحي غير تسومي برك. اخويا انا كي نصوم شهر تعطيني قيطون مالا نقعد البر. على ما قلتهاليش قبل 24 سنه او ما كان راح تعاود لافي تاعي في الخارج، نبدل الجنسيه تاعي جزائريه، فهمت؟ انا التعويضات ما عطاتنيش، عطاتني زوج ملايين التعويضات، او
محل كيما هذاك راني نديك تصوروا وتشوفوا، محل كيما هذاك يعطوني زوج ملايين باسكو انا مانيش من تم. في قرابة ما عنديش الكتاف وما عنديش الشكاره تاع دراهم. المحل هذاك في قرابة ربع قطار، فيها قرابة ربع قطارات وك عندها مشاريع وربع من 94 راه حابس النشاط التجاري تاعها بسبت واش بسبت بلديه ما جاتش هيئه ودارت عمل صيانه تاعها في العين المؤجر على حساب العقد في القانون المدني. عندهم هما الصيانه وعندهم هذه الاجراءات هما موجود يخدموهم، هما ما جاوش داروهم. احنا من 94 رانا محبسين اليومين هذا على سبتهم. احنا كرنا في حاله واحده اخرى، كرنا لبس علينا مالا رزقنا والحمد لله كرنا مخدمين الشعب. وانا نحوس نعمر، ما جيتش انا باش ندير فساد، فهمت؟ انا نحوس نعمر، الاولويه ليا، فهمت؟ 24 سنه اولويه ليا، ولادي زادوا تم. شوف عندي ستاسيون ديسانس، فيها المشروع تاعي، فيها الكالبي، عندي شوا تيغا، عندي قايتيك تاع النفطان لاكور تاع عندي لاكور تاع النفطان. خصني غير بيرمي كونستوير، ما حبوش يعطوه لي من 91 الى يومنا هذا. خاطش علاش ما نعمروش البراني؟ ما يحبوش كي يعمر هاو يدخل في جيبو، فهمت؟ ومشروع تاع فندق السياحه ما عطوهوليش. قال لي الوالي روحي، الوالي سابقا قال لي روحي ديري لاكور تاعك هاكي، روحي ديري لنا لي بلان. رحت درت لي بلان، حطيت لي بلان تاعي. ما تخرجناش خاطش ماهيش من تم. يحوسوا يخرجوني ويدخلوا بني عمهم قبل ما تفض الموندا تاع الانتخابات تاع الاميار. المير ولا جوا مير هما اللي راهم داخلين في هذه اللعبه. انا نطلب تحقيق على المير ولا جوا مير وعلى التعسفات وعلى تخريب اموال الدوله اللي راهي تلعب فيها الاميار. انا نطلب تحقيق فساد الاداري لازم يتقاوم. كمواطنه جزائريه عندي حق باش نعمر طريق الوطنيه رقم واحد. وسقسي عليا لي غوتي قاعد كلي في الطريق ولي تقول لهم هاد البلاصه، يقول لك هذيك المدام لاباس بها. الحمد لله عمري ما خش مع واحد ولا قال لي ما تعطينيش وما عطيتلوش. دايره في الماء دايره، دايره قهوه دايره، والحمد لله ما نخدمهاش مبر نتبرع بها. ونطلب من السلطات العليا وتحقيق على الملف تاعي متدقق. راهم يقولوا باللي غلبوني في المحكمه العليا، ما غلبونيش في المحكمه العليا، دخلوها في القانون الاداري التجاري والمدني غلبتهم. هذه كيما ما كاش القانون في الجزائر تيزا السلطه العامه دايره خاطرش في القانون الاداري داروا لها بلا حد يديروا سبيطار ثم المنفعه العامه. حنايا كشعب وك كفئه عاديه من المواطنين ما نقدروش نقاوموا السلطه العامه. حنايا الدوله تمكنوا عندها امكانيه تاع امتيازات السلطه العامه راح يديروا سبيطار المنفعه العامه، احنا ما نقدروش نقاوموها. ولكن بصح هذاك الفندق اللي انا شادينه احنا راح يهيئوه زعما باش يديروه مستشفى، ما كاش السكان ثم. لمن ندير مستشفى الحمير؟ كاش السكان ثم المعيس، ما كانش كاع 20 كيلو داروا قريه جديده واسمها بالله. تما روح دير لي مستشفى نتاع ربك، دير لي دونتيست، دير لي عمليات جراحيه، فهمت؟ وين ديرها لي؟ ديرها لي عندي هنا في هذا المحل بالذات. وشنو يدبروا غير سبه باش يخرجونا؟ تعطيني زوج ملايين ونخرج لا دار لا دوار. هذا هو، هذه هي الدوله وهذه هي العداله. والملف تاعي، والملف تاعي مزور، نطلب تحقيق متدقق على الملف تاعي باسكو زوراتو هنا المحكمه تاع الاغواط باسكو طلبوا لي دراهم وما مديتش. قلت انا ندي حقي بالقانون ولعبوها لي. اللعاب حميده والرشام حميده، انا نطلب تحقيق من المير ولا جوا مير والاعضاء البلديه. انا نطلب تحقيق على بلديه حسرمل. يا خويا تحوس تفهم واش راهي دير البلديه تاع حسرمل؟ اروح ليا نوريك المير ولا جوا مير وجماعه الاعضاء تاع البلديه، نوريك واش راهم يديروا لي بروجي، فهمت؟ وما كانش ادله، انا نوري لك وانت راح حوس على الادله. انا نطلب تحقيق من نائب العام كثر خيره اللي راه يعاون فيا، وكثر خير الدوله اللي راهي تجري معايا، ونحوس على حقي يعطوه لي. هذا ما نطلب تدخل الدوله وتدخل فخامه الرئيس بوتفليقه.